السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. النهاردة في الفيديو دوت هشرح برنامج دوبليكيت فايل كلينر. البرنامج ده وظيفته ان هو بيحذف الملفات المكررة من على الهارد ديسك. بعد ما تنزل البرنامج من اسفل الفيديو في رابط، بعد ما تنزل البرنامج بتعمل له اكستراكت هير. طبعا البرنامج دوت نسخة بروتيبل، نسخة محمولة مش محتاجة لتسطيب. هتروح مشغل البرنامج، هنا بيطلب منك طبعا في نسخة جديدة موجودة عايز تحملها، عايز تحدث دلوقتي ولا لا. طبعا احنا ايه هنقول نو لا. يعني هنا زي ما انتم شايفين على يسار الشاشة في البارتيشنات ماي كمبيوتر. طبعا انت ممكن تبحث عن ماي كمبيوتر كله او تبحث على بارتيشن واحد او تبحث على مجلد. مثلا انا هبحث مثلا على مجلد جيمز، مثلا هبحث عليه. هنا على يمين الشاشه في هنا سكان مود، سكان فور يعني نظام البحث. هل انت عايز تبحث عن نفس الاسم ولا سميلر نيم؟ ولا طبعا هنا مش يعني نفس الاسم. بعد كده سكان فلتر، فلتر البحث، عايز تبحث عن ملفات معينة يعني الدوكيومنتس زي اللي هي ملفات الوورد والاكسل والباوربوينت والحاجات ديت، او البيكتشر اند فوتوس الصور، او الميوزك الموسيقى، او كاستمايز فايل تايب تختار انواع معينة من الملفات اللي انت تبحث عنها زي ما انت عايز، او زيرو فايلز اللي هم يعني ملهمش حجم، او الفيديو اند موفز او الملفات ايه ملفات الفيديو. طبعا احنا فوق معلش احنا هنعمل سون فور بايت نفس البايت مساحه يعني. دوبليكيت اولسو هاف، عايز ايه يعني نظامه؟ مثلا يكون سيم داتا نفس التاريخ، ولا سيم سايز نفس الحجم، ولا نورمالي عادي، ولا سيم فايل اكستنشن يعني بيشتغل على نفس تطبيق معين. طبعا احنا هنختار ايه يعني الافضل ان احنا نختار نفس الحجم. يعني بقول لك طبعا ايه ما تبحثش عن ملفات معينه يعني سكيب زيرو فايلز يعني، او مثلا وين فايل سايز ليس زين مثلا 10 كيلو بايت. يعني لو الملف حجم الملف اللي بتبحث عنه دوت 10 كيلو، لا انا مش عايز احذف ال 10 كيلو. ممكن تحدد لحديت اللي انت العدد اللي انت عايزه مش عايزه يحذفه هنا، يعني ما تحذفش او ما تبحثش عنه يعني، او الزيرو فايلز. طبعا بروتكت سيستم فولدر هنا لازم ده يتحط عشان يحمي لك ملفات النظام، او بروتكت سيستم فايلز، بروتكت اذر سيستم فايلز زي السيز والاو سي اكس والدرايف والديل. هنا برضو ايه بيحمي ملفات النظام، الملفات النظاميه يعني البرامج والحاجات دي. بعد ما تختار الاختيارات ديت ممكن نعمل سكان ناو دلوقتي. هنا طبعا الملفات الاساسيه، هنا الملفات اللي هي الدوبليكيت المكرره او الجروبات اللي هي ايه يعني جروبات الملفات، وهنا الملفات المكرره. بعد ما ينتهي طبعا هيعد لغايه 100%. بعد ما ينتهي خالص بياخد وقت شويه، بعد ما ينتهي خالص هنعدي احنا على طول على الملفات. هنا ايه دي الملفات المكرره. انا شخصيا اول حاجه بعملها يعني بروح اعمل ايه الفايل سايز، بحيث ان هو ايه يديني الملفات اللي هي حجمها اعلى. فايل سايز يعني ملفات ايه الترتيب بالفايل سايز. ظهر انه مش شغال، مش مشكله، مش هتتعب طبعا ان انت ايه تختار يعني المكرر زي كده زي كده. لا في هنا سيلكت اول دوبليكيتس يعني اختار كل المكرر، هيروح معلم اوتوماتيك زي ما انت شايف كده على المكرر. طيب عايز تحذفهم فين؟ مثلا عايز تحذفهم في الريموف تو ريسايكل بين يعني في سله المهملات، ولا دريت دايركتلي يعني تمسح على طول، ولا ريموف افولدر تو فولدر. هو انت ممكن مبدئيا تحذفهم في سله المهملات وبعد كده تحذفهم نهائي، بس يعني ايه او دريت دايركتلي يعني تحذفهم نهائي. احنا هنعملهم ريسايكل بين، وبعد كده ايه بتدوس على ديليت. بعد ما تدوس على ديليت بيقول لك خلاص هل انت متأكد يعني، بتقول له يس. بس بيفضل ايه بقى بيفضل يحذف الملف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش تعملوا لايك وشير. شكرا، السلام عليكم.